فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال رحمه الله عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا مما يدل على تحريم التشبه بهم في الملابس في لون الملابس، فإذا كان الكفار يتخذون لونا خاصا في ملابسهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك بنص هذا الحديث. والمعصفر هو المصبوغ بمادة العصفر مما يجعل له لونا خاصا غير اللون المعتاد في الثياب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. نعم، هو صلى الله عليه وسلم علل النهي بأنها من ثياب الكفار، قال فإنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، فقوله إنها من ثياب الكفار هذا هو العلة في النهي عنها، فدل على أن ثياب الكفار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في ذلك، بحيث من رأى لابسها لا يفرق بينه وبين الكافر. نعم. قال كما أنه في الحديث قال إنهم نعم سواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقه في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. نعم، في الحديثين هذا النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة لأنهم استباحوها. نعم. إلا هي حرام على الجميع، وأما على اللباس فهذا مما اعتادوه، فنحن نتجنب ما استباحوه ونتجنب ما اعتادوه صار سمة بارزة لهم. نعم. كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنيات الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. يستمتعون، يعني هذا دليل على أنهم أخذوها أو استعملوها لأجل الرفاهية والمظاهر، فهي من المتعة وزهرة الدنيا. نعم. قال ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. كذلك الكفار لا يتقيدون بحلال وحرام، فالمسلم له ضوابط يسير عليها من جهة الشرع. لا شك أن الأصل في الملابس والمآكل والمشارب الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان من خواص الكفار، فإننا نتجنبه منعا للتشبه بهم.